نعم. معنا الناشط أسامة برهم. أسامة، هنالك سؤال يسأله المذيع الآن، هل ما يحدث هو عمل شعبي وحدوي؟ كيف ترى؟ طيب، أجب المذيع بأنه ما يحدث الآن في مدينة القدس هو استمرارية لقصة الحب الموجودة بين المقدسيين. يعني القدس فهمت منذ سنوات أنه الفصائلية والحزبية وكل هذه الأمور هي تعطل مسيرة مدينة القدس تحديدا. يعني إحنا قد أنجزنا ونجحنا في كثير، يعني في كثير من الحروب مجازا مع الإسرائيليين حينما كنا بعيدين جدا عن قضية الفصائلية والحزبية. وخذ مثلا قضية البوابات، البوابات كانت تشبه إلى حد كبير ما يحدث الآن في باب العمود، وقضية محمد أبو خضير أيضا كانت بدون حزبية وبدون فصائلية، كان أهل المدينة ينتموا وانتمائهم أعلى للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى وللقدس تحديدا قبل، يعني انتمائهم أعلى من انتمائهم للفصائل. فهذا قد يكون جوابي. هون إحنا كل ألوان الطيف، هناك مسلمين، هناك مسيحيين، كل من يسكن مدينة القدس ويسكن ضواحي مدينة القدس هو الموجود الآن في هذا المكان. السؤال، من هم كل أولئك الناس؟ يعني كل من شعر بأنه مجموعة لهافا أوصلت له رسالة بأنها ستحرق كل العرب في مدينة القدس. يعني إذا بنرجع لبداية، وضح لنا من هي. إذا بنرجع لبداية القصة، بداية المناوشات كانت مناوشات على مجرد حديد، استثمر غلاة المستوطنين هذه الفرصة لتمرير بعض التهديدات للعرب لإعادة سيناريو النكبة والنكسة وحرق العرب في مدينة القدس. وكانت التهديدات واضحة بأن غلاة المستوطنين سيصلون إلى مدينة القدس، سيحرقون كل ما هو عربي. الناس اللي موجودة هون هم كل من رفض تلك التهديدات، وكل من استعد أن يصاب أو يعتقل أو يتم رش مياه العادمة عليه، كلهم أتوا إلى هنا لأن القضية باتت قضية تكسير عظام. في سؤال آخر أخي أحمد، يعني دائما الكل بيسألوا إنه ليش إحنا ما منروح؟ ويمكن حكينا أنا وإنت سابقا في الموضوع، قضية أسير بإمكاننا نوصل رسالتنا للأسير في 5 دقائق وقفة مع صورة من الإعلام توصل للأسير في أسره، فيفهم جيدا أن الشارع ملتف حول قضيته. لكن القضية هي لا تشبه قضية الأسرة، ولا تشبه أيضا كل قضية أخرى، هي قضية القدس. يعني هي الخط الأحمر، هو الاختبار بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين إخواننا العرب، بيننا وبين كل من يتربص في مدينة القدس. هل نحن أهلا لنسكن تلك المدينة أم لا؟ أثبت سكانها ببساطة أنهم خير من سكن تلك المدينة وخير من انتمى لتلك المدينة بوجودهم الآن. قبل نصف ساعة كان في قمعة، كان مفروض أنه كلهم خلص روحوا عبيتهم، والكل أبى والكل عاد، وتم رفع العلم الفلسطيني الذي يمثل الاحتلال، هو خرق لقانون السيادة بعد اعتراف ترامب. لا زال ابن مدينة القدس يحمل العلم الفلسطيني وحده، لا يحمل أعلام الحزبية ولا يحمل الشعارات الحزبية. فهذا هو المشهد ببساطة، هؤلاء الناس هم الفلسطينيون سكان مدينة القدس الذين ينتمون إلى مدينة القدس. أنت تابعت أيضا التضامن العربي والإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أمس على سبيل وصلني فيديو من ألمانيا، يعني كيف راقبت هذا التضامن العربي الإسلامي؟ نعم، شوف، هو بنقدر نشوفه بمنظرين أو بمقياسين. يعني قبل سنوات كنا نذكر طلاب الأزهر يقفزون عن الأسوار ويقولوا عايزين نجاهد. يعني منذ سنوات حينما كان هناك أي اقتحام أو أي شهيد في مدينة القدس أو في الضفة الغربية، كان الشبان وتحديدا طلاب الجامعات في كل العواصم العربية ينتفضون نصرة لمدينة القدس. اليوم تلك الوقفات أنا أعتبرها خجولة، لكن مع هذا المستنقع العربي اللي احنا موجودين فيه ومع هذا التفتت، كان هناك فعلا دعم جيد من بعض العواصم، من بعض العرب الموجودين حتى في يعني حتى في 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 ألمانيا وفي غيرها من دول، كان هناك وقفة. لكن اليوم فعلا وحقيقة الحرب هي أكبر من حرب هاشتاج وأكبر من حرب سوشيال ميديا ونكتب على الفيسبوك مدى انتمائنا لفلسطين. فلسطين تحتاج لمن يشرح للناس ما تعانيه. يعني الكل بحاجة، نحن نرتقي في الأيام القادمة اقتحام للمسجد الأقصى، وقد يكون الاقتحام صعب جدا، تهديدات بحشد، مسيرة الإعلام يوم توحيد مدينة القدس المسمى المزعوم هذا ستشهد في مدينة القدس رفع أعلام وعربدة من المستوطنين. يجب على كل مسلم وكل حر وكل من ينتمي للقضية الفلسطينية أن يفهم جيدا كل التهديدات التي تهدد الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا داخل البلد القديمة. على صعيد آخر، الناس فرحة
يعني تنظر إلى وجوه الناس بشوشة. في العادة المقدسيين وجوههم غير بشوشة بسبب يعني وطأة هذا الاحتلال. شو تقييمك إنه ناس بدها تفرح يا رجل؟ من 64 من 4 حزيران 67 عفوا من 4 حزيران 67 خيبات وراها خيبات وتجر خيبات. اليوم ابن مدينة القدس يعيش كل يوم على خبر يوجع قلبه، ما بين تسريب بيوت في قرية سلوان أو بلدة سلوان، ما بين تهديد بيوت في الشيخ جراح، ما بين غلاة مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى كل صباح، ما بين تصعيد لاقتحامات المستوطنين بأداء شعائرهم التلمودية داخل المسجد الأقصى. يعني اليوم أو قبل اليوم، قبل أسبوع من اليوم، كان ابن مدينة القدس نوعا ما بائس، يعني لم يعد يثق في الساسة وبالسياسة وبالمفاوضات. اليوم هذا النصر يذكر في البوابات، إذا تذكر جيدا يعني وقت البوابات كانت هناك القمعة أقوى وأقصى، ولكن بكينا يعني في المسجد الأقصى وبكينا على الأبواب ورفضنا أن ندخل المسجد الأقصى من بواباتهم، ورفضنا أن ندخل باب حطة مقفول يعني، وكان هناك شعار معروف. فهذا كان ردة فعل المقدسيين. اليوم نحن نقول احنا لم نحرر فلسطين ولم نحرر القدس، احنا ازلنا يعني بضع اكم من حديدة من محيط باب العمود. هذا الانجاز لمن لا يعلم هو انجاز عظيم جدا. الاحتلال حاول يوصل رسالة انه السيادة في هذا المكان للاحتلال. ليش في رمضان؟ لانه كل الاعلام وكل كاميرات العالم موجهة لمدينة القدس في رمضان لينقلوا شهر رمضان من القدس. طبعا هم بيروجوا انه في حريه دينيه في مدينه القدس وانه كل الناس من كل الاديان ممكن تيجي الى مدينه القدس، ولكن بالواقع هذا ما كان موجود. نعم، فقضيه الحدايد الموجوده هاي كان انسؤلنا من اخواننا في خارج فلسطين ليش الحدايد، كان عندنا جواب واحد انها اسرائيل، سياده اسرائيليه، وكان مفروض انه نندب على حظنا ونلطم ونقول انه هذا الاحتلال هو الذي فرض تلك المتاريس في باب العمود. إذا بنذكر أخي أحمد في بداية حراكهم كنا نحن العقلاء والحكماء، كنا نقول إنه تعالوا خلينا ندخل وأن لا نسمح للاحتلال ولا نعطيه فرصة لتنغيص شهر رمضان المبارك. صحيح. يعني خليهم يتركونا نصلي. حدايد أصحاب القرار الحقيقيين كان هم الشباب الصغار، هم اللي تعودوا منذ سنوات يعني من أيامنا إنه ما بعد كل صلاة تراويح الكل ينتظر الكل في هذا المكان، والكل يأكل القطايف وبيشربوا المشروبات الرمضانية في هذا المكان. فهذه فسحة ابن مدينة القدس، وحتى القادم من خارج مدينة القدس من رام الله وبيت لحم في هذا المكان الملتقى. فالاحتلال قرر أنه هذا المكان لن يكون الملتقى ولم يعطوا بدائل. يعني حتى الحديقة التي تم تهويدها خلفنا اللي اسموها حديقة هداس نسبة بمجندة قتلت هنا، حتى هي كانت مغلقة في وجوه المصلين. فقرر الشباب في مدينة القدس أنه ما في حديد بعد اليوم.